وهناك جملة أيضا من الآداب ذكرها العلماء، قالوا الافتتاح بالحمد بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وختمها أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، قالوا رفع اليدين، وفي الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يا رب يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. ثلاثة، استقبال القبلة. أربعة، الإلحاح بالدعاء وعدم التردد، بل يعزم الدعاء ولا يقول إن شاء الله أو دعوت فلم يستجب لي. خامسا، قالوا تحري أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وعند الفطر من الصوم وساعة الاستجابة. سادسا، إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي. ومن ذلك أيضا سابعا، عدم الاعتداء في الدعاء، قال جل وعلا أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وختاما، فإنه يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فيما يناسب دعاءه، أو يتوسل إلى الله بعمل صالح عمله في حياته، أو يتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح كما ذكر ذلك أهل العلم.